أحوال حجاجنا الميامين وأمور أخرى تخص حج 2016. معي عبر الهاتف من البقاع المقدسة كريم أيابا، مدير الحج والعمرة بوكالة سياحية خاصة. مساء الخير، مرحبا بك. أسعد الله مساءكم بكل خير وسلام الله مساءك عليكم. سعيد. طيب وبركاته. سيد كريم، قبل يعني على مقربة من يوم التروية، قبل بداية المناسك وقبل الوقوف عرفة، كيف تسير الأمور معكم مع الحجاج الذين هم يعني ذهبوا مع وكالتكم؟ والله إلى حد الساعة الحمد لله والشكر لله والمنة لله، هل من كل صعوبات؟ الحجاج حدثنا إذا كان فيه صعوبات. لا توجد هناك صعوبات طالما هناك من هو واقف على حجاجه. لا توجد أي صعوبات، حجاجنا مرتاحين، أتوا للعبادة ونحن لنا شرف خدمتهم. طيب، لأنه فيه بعض من الحجاج الذين ذهبوا مع الديوان وفيه الحجاج الذين ذهبوا مع الوكالات السياحية. هنا يعني الجزائري يريد معرفة ما الفرق يعني ما بين الذين ذهبوا مع الديوان ومع الوكالات السياحية. نعم، الفرق هو يكمن أن الحجاج الذين سجلوا مع وكالات سياحية دافعين مبالغ أكثر طبعا، فمن هنا من هذا الباب تسعى كل وكالة سياحية للوقوف على راحة حجاجها على وكالتنا على غير الوكالات الثانية. نقف على حجاجنا وعلى راحتهم، نترك لهم أن نتفرغوا للعبادة ونحن لنا شرف خدمتهم فقط. طيب، فيما يخص الحج في اي بي، الكثير كذلك يريد السؤال عن هذه الخدمة التي تقدمونها. ما الذي يستفيد منه الحاج الجزائري من خلال هذه الخدمة؟ في البداية أولاً أبارك للجزائر، أبارك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قيادة وشعباً دخول الدولة الجزائرية إلى المربع ألف بمشاعر منى. لأول مرة في تاريخ الجزائر وتاريخ الحجاج الجزائريين نستفيد من خدمات مميزة، خدمات حج مميز من خلال الإقامة بالمربع ألف بمشاعر منى، وهذا بعد أن تعاقد الديوان الوطني للحج والعمرة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، حيث سمحوا لنا بولوج هذا العالم، عالم الخدمات المميزة. ولا دولة أحسن من الجزائر في أن يقدموا هم لحجاجهم خدمات مميزة أو ما يسمى بالحج. طيب، ما المميز في هذه المنطقة؟ نعم، المميز في هذه المنطقة هو قربها، يعني 70 مترا كأقصى تقدير، أقول أقصى تقدير 70 متر على الجمرات، 70 مترا على الجمرات، بسكن فخم، بإقامة فخمة، ببوفيه لأكل مفتوح، بعصير ومياه معدنية على مدار الساعة، جلسات مريحة على أرائك، والأرائك التي تتحول إلى سرائر بالليل. طيب سيد كريم، فقط سيد كريم، المشاهد يريد سؤال. هذا الأمر خاص بالحج في اي بي هكذا، نعم، كم يكلف الحج في اي بي الفرد الواحد الجزائري؟ هذا كم يكلف للحاج الجزائري؟ هذا تعاقد عليها الديوان الوطني للحج والعمرة مع المؤسسة الأهلية. بالضبط لا نعرف كم كانت التكلفة، ولكن كتجربة أولى أردنا أن ندخلها وأن نرفع التحدي، وهو تحدي، ولو التكلفة ستكون مرتفعة جدا، ندفع من جيوبنا بس ننجح هذه التجربة لأول مرة، وستنجح بإذن الله هذه التجربة لأول مرة. في إقبال من الجزائريين، نعم، خلينا نقول من رجال الأعمال الجزائريين على هذه الخدمة؟ نعم، في إقبال حوالي 500 شخص الذين ستكون لديهم التجربة. وكالة نوميديا مع وكالات ثانية شاركنا جميعا في هذه التجربة بعدد 500 حاج. هذا ال 500 حاج إن شاء الله دخلنا بهم هذه التجربة لأول مرة، وستنجح هذه التجربة وستكون سنة حميدة لسنوات مقبلة بإذن الله، بنجاح أكثر ونجاح أكبر ومستوى خدمات أرقى من هذه السنة إن شاء الله. أنا أقول أننا ربما هذه السنة كنا متأخرين نوعا ما
في هذه الخدمة، ولكن استدركنا التأخر بتضافر الجهود واليد في اليد مع الديوان الوطني للحج والعمرة لإنجاح هذه المبادرة بإذن الله تبارك وتعالى. وشرف للجزائر، أقول أن يرفع علم بلدي الجزائر فوق هذه الخيامات مربع ألف. شكرا جزيلا بجوار لك. أقول عفوا هارون، بجوار إقامة ضيوف خادم الحرمين الشريفين. طيب شكرا جزيلا لك كريم أويابا، مدير الحج والعمرة بوكالة سياحية خاصة، على هذه المداخلة. كان هذه يعني نظرة أخرى ومن جانب آخر على فئة أخرى من الحجاج الجزائريين بغير الحجاج الفئة الاقتصادية العادية. على كل